Amen.
إلى تلميذ الطالب وربطه على يمين. وكان فتح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والسيار جلوسا، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وقطع دراهم والسيار فقلب موائدهم، وقال لبعة الحمام ادفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب وإذا البيت أكلتني، فأجاب اليهود وقالوا له أية آية تريدنا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل، فأنت في ثلاثة أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم فعيد القسط آمن كثيرون بإسمه إذ رأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتم منهم على نفسه لأنه يعرف الجميع ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحدا بالإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان والمجد لله. لبيتك ينبغي التقديس يا رب إلى أدى الأيام. هللويا. هللويا. من مال معلمنا متى البشير بركاته مقدسة فتكن معنا أمين. وبعدما انصرفوا إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه واخرج إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقال واخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس. ولكي يتم موقيلا من الرب بالنبي القائل من مصر داود ابن حينئذ، لما رأى هيرودس أن المجوس سخر به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون. فحيث الزمان الذي تحققه من المجوس حينئذ تم موقيلا بأرمية النبي القائل صوتا سمع في الرام نوح بكاء وعيل كثير، رحيل تبكي على أولادها ولو تريد تتعزى لأنهم ليسوا موجودون. فلما مات هيرودس وإذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذي كان يطلبون نفس الصبي. فقام أخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع أن أريخيلاوس يملك على اليهودية هو من هيرودس أبيه خاف يذهب إلى هناك. والمجد لله دائما لدينا أمين. Gabriel Biangelos Abna من إنجيل من ماري معلمنا لوكا بشير بارفاطة أجمعنا أمين. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة على جبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتفض الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء مباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهذا حين صار صوت سلامة في أذني ارتقت الجنين بابتهاج في بطنه، فتوبة التي أمانت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى تضاعمته. فهذا منذ الأيام جميع الأجيال تطوبني لأن القديس صنع بي عظام واسمه القدوس ورحمته الأجيال للأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بزراعه وشتت المستكبرين في فكر قلوبه، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمته كما كلم أبانا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. الصديق
بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الأنبياء. ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وخرج إليه جميع كرة اليهودية وأهل أورشليم، واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه، ويأكل جرادا وعسلا بريا، وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أنحني وأحل ثيور حذائه. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن، وللوقت هو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه، وكان صوت من السماوات: أنت ابن الحبيب الذي به سررت والمجد لله. Push it, push it, push it, push it, push it.
تعرفش فلاش؟ هيفصل 10% هيفصل اساسا. انا اذا قلت انا نور العالم فرعون بيتفل أرسل اسنين بالانفيرات فكرت تقول هنيجي طن المايد منع تزحف حاجة فيني هيفصل 10% هيفصل هيفصل 10% هيفصل ده انا جيت لما نزل ايجا فتومه لغايه ما كل عادي بس في الوقت كده لا دخلوا القريه بيت امكن ولدوا كما قال ولما صار المساء تقدم إليك الأمير القائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى اسرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتعوا لهم طعاما فقال لهم يسوع لا حاجة لهم أن يمضوا أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له ليس عندنا هنا إلا 5 أرغفة وسمكتان فقال أتوني بها إلى هنا ف
وأمر بهم أن يتكوا على العشب ثم أخذ الأرجفة الخمسة والسماكين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرجفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما أخذ من الكسر لاثنتي عشر قفة مملوءة والآيتين وكان نحو 5000 رجل مع النساء والأولاد وكان نحو الساعة السادسة فجاءت امرأة من السامرة لتسقي ماء فقال لها يسوع أعطيني لأشرب لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يعاملون السامريين أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا فقالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي والمجد فلتروى أتلامها وتقطر أسمارها فرح وجه الأرض وبارك إكليل السنة بصلاحك الليل ويا الإنجيل من بشارة معلمنا ماري متى البشير بركات على جميع نمين فإن ملكوت السموات يجب رجلا رب بيت خرج مع فقد استأجر فعلا لكرمه فاتفق مع الفعل على الدينار في اليوم وصلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة وراء آخرين قياما في السوق بطلين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحادية عشر خرج وجد آخرين قياما بطلين فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطلين قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادع الفعل واعطيهم الأجر مبتدئا من الآخرين إلى الأولين فجاء أصحاب الساعة الحادية عشر وأخذوا دينارا دينارا فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذهم أيضا دينارا دينارا وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قالين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فإن أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي أم عينك شريرة لإني أنا صالح والمجد لله دائما يوم الظهر في قروج
قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا: نعم يا سيد. فقال لهم: من أجل ذلك يكتب كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشرك أمر الأرض بيت يخرج من كنز وكل المعتقاء ينزل ذلك من Oh, stay, oh, stay, oh, stay, oh.